هنشرح النهاردة الفيديو الثامن في سلسلة فيديوهات الفيجن. معاكم دكتور محمد فايز. الفيديو اللي فات شرحنا الفندس اكزامينيشن بالتفاصيل، النهاردة هنتكلم عن الفوتو ريسبتور. فاكر كانت الطبقة التانية من برة، وطبعا كان قبلها البيجمنت ابيسيليوم. النهاردة هنتكلم عن الفوتو ريسبتور بكل تفاصيله، الستركتشر، تركيبة بتاعته شكلها ايه، مقارنة ما بين الاتنين ريسبتورز. لان خلي بالك فوتو معناها الضوء، عندنا مستقبلات الرؤية اتنين، انت بتشوف بالليل وبتشوف بالنهار، يبقى بالتالي لازم يكون عندك اتنين ريسبتور. في فرق اكيد ما بينهم، يعني لو جينا اتكلمنا على الاتنين ريسبتور فهتقول انا عندي رادز، والرادز دي متخصصة اساسا للرؤية الليلية، وعندي الكونز ودي متخصصة لرؤية النهار. في البداية لازم نعرف الفرق في الاستراكتشر بين الاتنين، وده شرحناه قبل كده في فيديو الريتينال لايرز، سادس فيديو في سلسلة فيديوهات الفيجن. طب البداية عندي لازم اعرف ان اي ريسبتور بيتكون من اربع اجزاء. اربع اجزاء عندي، يعني ده الجزء الاولاني بالنسبة لي. الجزء ده انا بسميه الاوتر سيجمنت، الجزء الخارجي بتاعنا. طب دكتور هما ليه سموها رودز؟ رودز معناها قضيب، لان الاوتر سيجمنت بتاع الرد بيبقى طويل، سيلندر، يعني بيبقى رفيع شوية وبيديلك شكل القضيب ده. وعايزك تبقى واخد بالك ان هو كلوس كونتاكت مع السيجمنتد ابيثيليال سيلز. طيب الاوتر سيجمنت اوف الرد مميز، مميز ان عنده 1000 ديسك، حاجة شبه الاسطوانات كده، 1000 ديسك. يعني هتلاقي المنظر لو بصيت عليه هتلاقي كده بالظبط، عامل زي حلقات بهذا المنظر. طبعا ده الشكل الاساسي، لكن لما هنيجي نشرح طبعا هنبسط هذا الفكرة. طيب الالف ديسك اللي عندك في كل رد بتحتوي على فوتو سنسيتيف بيجمنت، فيها بيجمنت، فيها صبغة. بس خلي بالك الصبغة هتكون اساسا موجودة في الانر سيجمنت، يعني هي بتتصنع في الانر. الله، طب ما انت بتقول انها موجودة في الاوتر، يعني هي بتتصنع في الانر. ولما بيكون في الاوتر ديسك عايزين نحل محلهم، وده نقطة مهمة قوي، بنعمل فيجو سايتوزس، بنهضم الديسك او الاولد ديسك، وبتيجي النيو ديسك طبعا بتزق الاولدر ديسك ناحية التب، بتزقها ناحية التب. طيب طب انت قلت ان في بيجمنت، البيجمنت بتاعتنا هنعرف النهاردة انها بتتكون من جزئين. يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي رودز، البيجمنت اسمها، بص بقى الاسم، رو دو بسن. بص هقسمها لك الى الجزئين دول، الاوبسين، والاوبسين ده هو البروتين، وده مهم جدا. الاوبسين ده بيختلف ما بين رودز وما بين كونز، هو بروتين. طب والجزء الاولاني، احد عناصر او اشكال الفيتامين اي. معقولة؟ بس قبل ما نقول الكلام ده، رودو دي كلمة لاتيني معناها بيربل، اللون البيربل، يعني الرود اوبسين ده مهم قوي. طب يا دكتور انت قلت ان اوبسين ده بروتين وفي صبغة، الصبغة دي مهمة جدا النهاردة. بص بقى اسمها ايه، 11 سيس ريتينين. بص بقى وهنخلي بالنا النهاردة واحنا بنقول الالفاظ دي، 11 سيس ريتينين
او ساعات دكاترة البايو يقول لك 11 سيس ريتي نال، يعني انا عندي يا ريتي نال هعمل سلاش يا ريتي مين، دول نفس الحاجة، دول دي صبغة زائد الاوبسين زائد البروتين. طيب ده اول جزء، ده الاوتر سيجمنت. بص بقى معايا، طب وفين الانر سيجمنت بالنسبة لك؟ هنيجي نعمل بالمنظر ده كده وننزل كده اهو، يعني ده اوتر، والجزء الاسود اللي انا عامله كده هو ده الانر سيجمنت بتاعي، ده الجزء الداخلي. خلي بالك الانر سيجمنت ده اللي بيتصنع فيه الفوتو سنسيتيف بيجمنت، يعني ده اللي هيتصنع فيه الرودوبسن، وهذا كلام في غاية الأهمية. وقلنا بعد كده بعد ما بنصنعه نيجي نحطه في الممبرينس ديسك اللي موجودة في الأوتر سيجمنت. كلام جميل جدا، بس في معلومة بقى مهمة وهتفيدني النهاردة ان انا اشرح الفوتو ريسبتور بوتنشال، يعني مقدمة تركيبة الريسبتور ده مهم قوي كهيستولوجي، انه هيفهمني الفانكشن بعد كده. طيب الانر سيجمنت ده قلنا طب جواه ايه؟ قبل ما اقولك جواه ايه عايز اعرفك معلومة، انت بتخرج الصوديوم من الانر سيجمنت. ايه ده الصوديوم بيخرج؟ يا دكتور احنا متعودين دايما ان الصوديوم بيدخل بالكونسنتريشن جريدينت، لما تيجي تخرجه وده عكس الكونسنتريشن جريدينت، يبقى اذا انت محتاج اكتيف بروسيس، محتاج طاقه، يعني انا محتاج بامب. يبقى نرجع بقى للكلام بتاع سنه اولى، صوديوم بوتاسيوم بامب انا محتاجه في الانر سيجمنت. طب هو البامب ده محتاج طاقه، والطاقه مين مصنعها؟ تقول لي خلاص انا فهمت قصدك، ميتوكوندريا، يعني الميتوكوندريا متوفره وبكثره في الانر سيجمنت. احنا دلوقتي بنتكلم على الانر سيجمنت، ايوه موجود كتير ميتوكوندريا بالنسبه لنا. طب ده كلام جميل يديني طاقه. طب سؤال يا دكتور قبل ما تكمل، هو الصوديوم اللي احنا بنخرجه نخرجه بس ولا هندخله مرة تانية؟ هندخله مرة تانية. طب يدخل ازاي عشان الفكرة تبقى مفهومة؟ يدخل اهو، يدخل من الاوتر سيجمنت، يعني الصوديوم خرج من الانر ودخل من الاوتر. طب ازاي؟ مين اللي دخله؟ لسه هنشرح الكلام ده في الفوتو ريسبتور بوتنشال، هنتكلم بقى في الالكتريك ريسبونس، التغير الكهربي في الريسبتور. احنا الان بنتعرف على المعنى بالنسبة لنا. طيب وبعد كده بص نيجي نلم بقى الجزء ده ونعمل النيوكليوس اهو، ادي النيوكليوس بالنسبة لي، ودي اللي احنا جينا قلناها في فيديو قبل كده، عندك نيوكليوس وعندك السيل بودي، وده مهم جدا ان انت تكون عارفه، ده الاساسي. طيب وبعد كده ننتهي باخر جزء، الجزء اللي فيه السينابتك بودي اهو، ده الجزء الاخير بالنسبه لنا اللي انا هشاور عليه، ده اللي بيكون مخزن الكيميكال ترانسميتر في الفيسيكلز بالنسبه لنا، هو ده. يبقى الحتة دي هي السينابتك بودي. طب سؤال مهم يا دكتور، هو الأجزاء دي تفرق معايا في إيه؟ لما نتكلم على الدارك ونتكلم عن اللايت، ما احنا النهاردة هنتكلم على النوعين من الرؤية. احنا الأول بنعرف شكل الرودز إيه، آدي هنا النيوكليوس بالنسبة لي. طب كويس، طب يا ترى شكل الريسبتور اوف كونز هيبقى عامل ازاي؟ بص معايا، الاوتر سيجمنت اللي كانت في الرودز رفيعه، هنا هلاقيها لا هلاقيها كونيكال. بص بقى المنظر اهي مخروطيه، ادي الاوتر سيجمنت بتاعك. طب هل يا ترى الاوتر سيجمنت دي فيها ديسك، فيها اسطوانات او ديسكات؟ قال لك لا،
دي ما فيهاش ديسكات، امال ايه البديل للديسكات؟ حاجة عاملة زي الاكياس الصغيرة اسمها ساك يولز. ساك يعني كيس، ساكيول هي مصغر الكيس الصغير او مصغر اكياس. فانا عندي ساكيول، خلي بالك ده الاوتر سيجمنت اهو، علشان اللي بيتابعنا في الفيديو ما يبقاش تايه او حاسس ان الكلام صعب بالنسبة له. طيب هو ما عندناش الديسك. طب نفس الفكرة، هو الفوتو سنسيتيف بيجمنت هنقول اسمها دلوقتي، تتصنع فين؟ برضو في الانر سيجمنت. يعني انت عندك نفس المبدأ اهو، وعندي هنا برضو ادي الجزء الداخلي بالنسبة لي، عندك انر سيجمنت. يعني عندي انر هنا وهنا، ما هو نفس المنظر. بص الاختلاف، الرد شكل لونج سيلندر وهنا كونيكال. هنا عندك ديسكات، الف ديسك فيهم بيجمنتس، هنا انا عندي ساكيول. وخلي بالك من حاجة، انه هي الرينيوال او تجديد الاوتر سيجمنت بتاع الكونز بطيء جدا، يختلف عن الرودز، وبيحصل في اماكن مختلفة في الاوتر سيجمنت اوف ذا كونز. فاكر التجديد في الرودز كان عند التيب، عند اعلى حاجة في الاوتر سيجمنت، ان هنشوف الاولد ديسك اللي خلاص عمرها الافتراضي خلص، ويتم احلالها بديسكات جديدة من الانر سيجمنت. ده الكلام ده مهم. طب عايزك تخلي بالك من حاجة مهمة قوي، ان الانر سيجمنت انا عندي ميتوكوندريا، ولكن الميتوكوندريا عندي اكتر. ايه ده؟ يعني انت هنا عندك ميتوكوندريا اكتر في الانر سيجمنت، وده بيعبر عن حاجة، ان الصوديوم هنا اللي هيخرج اكتر. ما طالما عندك ميتوكوندريا اكتر، عندك مصنع للطاقة اكتر، فانا هخرج الصوديوم اكتر. ونيجي بعد كده نكمل الرسمة بنفس المبدأ اهو، الحتة دي تمثل النيوكليس، بنعملها بالدايرة الزرقاء، ثم بعد كده ننزل ونكون هذا الجزء اللي هو السينابتك بودي. السينابتك بودي اللي جواه الكيميكال ترانسميتر. طبعا هنعرف يا ترى ايه الفرق في الترانسميتر اللي هيطلع مع الضوء ومع الضلمة، ده مهم قوي. طيب ده المنظر الاساسي للاتنين، بس احنا يا دكتور عايزين بقى نتكلم على المقارنة بين الرودز والكونز. المقارنة بين الاتنين مش مجرد مقارنة شكل، ولكن هما 8 مقارنات، 8، 4 منهم اناتوميكال، يعني انا هتكلم بقى من الناحية التشريحية الاناتومي. بص معايا، اول حاجة العدد، النمبر. يا ترى مين اكتر؟ الرودز 120 مليون، تخيل، في العين. الكونز 6 مليون، يعني كأن عدد الرودز تقريبا 20 ضعف عدد الكونز. دي اول حاجة. الحاجة التانية، تعال نبص على المكان. فاكر الفيديو اللي فات انا قلت لك ايه؟ فوفيا سنتراليس اللي فيها احسن مكان، او بنشوف فيها بوضوح شديد، وهنقول النهاردة في الفيديو ليه الفوفيا احنا بنشوف فيها بوضوح. بس خلي بالك، سنتراليس يبقى فيها ايه؟ كونز اكتر، يعني الكونز دي موجودة في السنتر، في المركز. يبقى انا خلاص عرفت، يبقى اكيد الرودز موجودة في الاطراف، بيريفري، اطراف الشبكية. عشان كده دايما الرؤية الحلوة هي اللي موجودة في السنتر. قلت له طب ليه برضو؟ اصل الكونز فيها ميزة، فيها اكيوتي اعلى، فيها دقة ابصار اعلى. وفي حاجة انا مهمة عايزك تخلي بالك منها، الفوفيا سنتراليس ليه افضل مكان بشوف عنده؟
لان في المكان ده مفيش فيسلز فاسكولار، انت ما عندكش اوعيه دمويه، ودايما اللينس شفافه ليه؟ مفيش بلاد فيسلز. الكورنيا شفافه ليه؟ مفيش بلاد فيسلز. لو كان في بلاد فيسلز كان الضوء اخترق الاوعيه الدمويه دي كنا هنشوف الدنيا بامبا. لا ما ينفعش. في سبب تاني يخلي الفوفيا سنتراليس افضل مكان تشوف عنده، ان كل طبقات الريتنا العشرة حصل لهم ازاحة displacement. بص حصل كده، ايه المنظر المنخفض ده؟ بدل ما يكون عندك 10 طبقات ريتنا، لا الضوء هيقع مباشرة في المكان ده، فوفيا سنتراليس اللي كان في منتصف الماكيولا ليوتيا، الضوء هيقع مباشرة على طبقة الريسبتور، على الفوتو ريسبتور، يقع على الكون. فاكر لما قلنا اتجاه الضوء بيبقى من جوه، من جوه الى بره، من جوه لبره، يعني الطبقة العشرة اللي احنا اتكلمنا عليها الانر ليميتنج ميمبرين، وبعد كده تقول لي في اوبتيك نيرف فايبر، بص بننزل ادي 10 9، بعد كده جانجليون سيل لاير، وبعد كده قبله عندك الانر بليكسي فورم، وبعد كده عندك طبقات مختلفة الانر نيوكليار لاير، وبعد كده اوتر بليكسي فورم، وبعد كده عندك اوتر نيوكليار لاير، بعد كده بص الطبقات دي كلها العشرة هتاخدها من جوه الى طبقة واحد الى بره، حصل اختصار لهذه الطبقات، الضوء وقع مباشرة على الفوتو ريسبتور، وهنا ده سبب رئيسي للفيجوال اكيوتي. بدل ما الضوء يخترق طبقات كتيرة، لا ده راح مباشرة للمكان اللي فيه المستقبلات. يبقى ده السبب التاني والسبب المهم جدا ان انا اكون عارفه، ان اللايت فولز دايركت على الكونز، مباشرة على الكونز. طيب ده مهم جدا ان انت تكون عارف. طب ده في ميزة تانية في الفوفيا سنترولز، ايه هي؟ انت فاكر لما جينا رسمنا، حطينا الرسم هنا في النص في الفيديو رقم 6، قلت لك ايه؟ قلت لك ان الكون بيبعت اشارة لمين؟ للباي بولر سيل. هتقول لي ماشي، طب ده ماشي وايه يعني؟ والباي بولر يبعت اشارة الى جانجليون سيل. ايه ده؟ ده واحد بيسلم واحد، يعني وان كون بعت لوان باي بولر، خلي بالك الرقم، بعت لواحدة جانجليون سيل عشان يوصل لمكان محدد فيه الكورتكس. يبقى اذا النقطة محددة، انا بنشط كورتيكال نيورون، معنى كده النقطة اللي هتروح للكورتيكال نيورون دي، شوف بيسموها كلمة جميلة جدا، وان تو وان كونكشن، الاتصال واحد لواحد. فطالب يقول لي يعني ايه الاتصال واحد لواحد؟ يعني كل نقطة انت بتشوفها محددة، وده مهم جدا. انا بشوف الرؤية مفصلة in details، ودي حاجة هنيجي نتكلم عليها في الفانكشنال. طب ليه قلتها دلوقتي؟ لان انا لما اجي اقول لك الكونز موجودة في السنتر، تفتكر فوفيا سنترالز، وتسأل نفسك ليه ده افضل مكان بنشوف عنده؟ افاسكولار، الضوء وقع مباشرة على الكونز، وان كون، وان باي بولار سيل، وان جانجليون سيل، الاشارة تسلم من واحد الى واحد. بص بقى والكلمة اللي جاية كلمة جميلة قوي، يعني ايه واحد لواحد؟ يعني نو كونفيرجنس. بمعنى ايه نو كونفيرجنس؟ يعني انا ما قلتلكش ان 200 كون اتجمعوا عشان ينقلوا الاشارة لواحد باي بولار سيل، لا ده ما حصلش. فكرة السميشن او نجمع، لا ده كون لباي بولار سيل لجانجليون سيل، ده اللي بيخلي الرؤية
هناك فيها ديتيلز في غايه الاهميه. ده كلام جميل. ده بالاضافه ان البيجمنت ايبيثيليوم عند الفوفيا بتبقى ويل ديفلوبد. فاكر البيجمنت ايبيثيليوم اللي هي اول طبقه من بره قلنا عليها ايه؟ بتمتص اشعه الضوء. لما قلنا ستاره سودا اللون الاسود، الاسود ما بيعكس الضوء مره تانية، فالصوره عمرها ما هتبقى بليرد او مهزوزه. حاجه تانية، البيجمنت ايبيثيليوم في الفوفيا سنتراليس بيخزن فيتامين اي، والنهارده بقى هنشرح اهميه الفيتامين اي، لان الفيتامين اي ده هو اللي هيعمل لك ال 11 سيس ريتينين اللي هو الصبغه اللي هو جزء من الرودوبسين. شوف الموضوع ماشي بشكل جميل. تقول لي يا دكتور بس انا ما بتكلمش على رودز دلوقتي، انا بتكلم عن الكونز. طب ما هو نفس الفكره، الكونز بيبقى فيها بيجمنت، والبيجمنت بتاع الكونز بص بقى بنسميه اسم جميل قوي، فوتوبسين. بص اوبسين ده البروتين. طب ليه سماها فوتو؟ لان الكونز بتشتغل مع ضوء النهار. ضوء النهار بيبقى الوحدات الضوئية أكتر. طب أنا عشان أكون فو توبسن، طب ما أنا محتاج 11 سيس ريتينين اللي هيساعدني فيها فيتامين إيه. ولكن فيتامين إيه بيساعد أساسا في الرؤية الليلية. طيب دي معلومات كلها مهمة قوي إن أنا أكون واخد بالي منها، بالإضافة إن البيجمنت إبيثيليوم عند الفوفيا سنتراليس بيعمل فيجوسايتوزس، بياكل بقايا الديسكات. فاكر بقايا الديسكات اللي كانت في الاوتر سيجمنت قلنا يتم احلالها بالانر سيجمنت؟ لا، مين كمان اللي ياكلها ويشيل الديبرس ده من مكانه؟ هو فيتامين ايه. طيب لغايه دلوقتي الكلام جميل، تعالى بقى في الفرق الثالث اناتوميكال، هو البيجمنت هو الصبغه. طبعا الرودز احنا لسه قايلين رودوبسين، دي قايلينها وهنتكلم عليها النهارده بالتفاصيل. الرودوبسين ده لما هيتكسر ازاي هكونه مره تانية؟ هو دايما الصبغه بتتكسر مع الضوء، يقول لك بريك داون اوف بيجمنت او يقول لك دي كومبوز. وحتى في مصطلح جميل قوي لما الصبغه تتكسر بنقول عليها كلمة bleaching of pigment. عارف bleach معناها تبييض، أنا مش قصدي إن هو بيبقى لونه أبيض، لأ هو بيتكسر، جاية من الكلمة الفرنساوي بلونش يعني أبيض. طب نيجي للكونز، فيها بيجمنت واحدة؟ المفاجأة فيها تلات أنواع من الصبغات، وهنا نقف شوية في النقطة دي. الكونز بتخليني اشوف الرؤيه ملونه، يعني لما اجي اقول لك الكالر فيجن، وده فيديو هنقوله بعد كده، انت بتشوف الوان اساسيه الاحمر الازرق والاخضر. ايه رايك ان في صبغات للالوان دي؟ طيب بس في نقطه لازم تخلي بالك منها، ان الرودز ما عندهاش هذه الميزه، وعلشان كده لما اجي اقول لك عايز اشوف رؤية ملونة يبقى تقول لي بسبب مين؟ بسبب الكونز. طب نيجي للفرق الرابع اناتوميكال، واحنا لسه قايلينه كونفيرجنس او الالتقاء. تتوقع ايه؟ هتقول لي خلاص يا دكتور انت لسه قايل ان الكونز وان كون وان باي بولر وان جانجلين سيل، طب اخبار الرودز؟ لا، ربنا خلق ريسبتور للرؤية المفصلة الديتيلز وهي الكونز، ولكن الرودز ملهاش علاقة بالرؤية المفصلة. هتقول لي يعني، يعني ايه؟ يعني 200 رود، 200 رود يتجمعوا، عارف على ايه؟ على واحدة باي بولر سيل. ايه ده؟ يعني اكيد ال 200 نقطة تشوفهم كنقطة واحدة. طب ليه ربنا عمل كده؟
يعني عمل ال200 اشوفهم كنقطة لسبب بسيط عشان يحصل سبيس سميشن. فاكر لما شرحنا في السنسوري قبل كده قلنا السميشن انك تجمع الستيمولاي ليها نوعين، يا سميشن تمبورال تبع الوقت يعني نيرف واحد كل مرة اديله ستيمولاس ضعيف، بس في فرق زمني ما بين الستيمولاس الاولاني والستيمولاس التاني. لكن انت هنا لا، ال200 اتجمعوا على باي بولر سيل واحد، يبقى معنى كده ان انت بتجمع حسب المساحة سبيس. طب ده فادني في ايه؟ اصل الرودز بتشتغل في الضلمة، ودايما في الدارك الضوء بيبقى ضعيف ضعيف جدا، عشان كده بنقول سب ثريشولد ستيمولس. شوف الفكرة العظيمة اللي ربنا عملها في الدارك، وده نقطة أساسية، انت عندك ضوء قليل، فإذا الضوء القليل ده سب ثريشولد شيء طبيعي. طالما سب ثريشولد، نرجع بقى الكلام سنة أولى بتاع زمان، يبقى لازم نجمعه في شدته على سب ثريشولد آخر، ضوء قليل آخر. القليل مع القليل مع القليل حصل سميشن، وده يفيدني في الضلمة. طب هتقولي طب وليه الكلام ده مش موجود في الكونز؟ الكونز بيشتغل نهارا، وانت الصبح عندك الضوء كبير، عندك الوحدات الضوئية الزيادة، كمية الضوء كبيرة قوي، فأنا مش محتاج إلى سبيس سميش، فبالتالي أنا ما عنديش دي، أنا عندي 1 تو 1 تو 1. شوف أنا عملتها تحت بعض عشان تبقى عارف، كون واحد يبعت إشارة ل1 باي بولار سيل ل1 جانجليون سيل. دول الأربع فروقات أناتوميكال، ولكن أنا عايز أتكلم بقى على الفروقات الفانكشنال أو الفسيولوجيكال. هتلاحظ من خلال الشرح إن إحنا قلناها إزاي، تعال بقى نشوف بقية الفروقات ما بينهم في هذا الجزء عشان يبقى في السبورة كلها وتبقى أنت مستوعب معايا. ده الرودز أهي، وهنكمل على المقارنة، وده الكونز. نتكلم دلوقتي عن الفسيولوجيكال امبورتنس ونزود رقم 5 بقى. هنا اللايت سنسيتيفيتي، مين اللي عنده حساسية للضوء أكتر؟ تقول لي أكيد الرودز. ليه؟ لأن شيء طبيعي في الدارك أنا عندي كمية الضوء قليلة، يبقى أنا لازم أكون حساس أكتر عن الكونز، وده شيء أساسي بالنسبة لي. طالما سب ثريشولد زائد سب ثريشولد هتزداد الحساسية ليلا، لأن الرودز دي شغالة بالليل. طيب نيجي بقى، طب والكونز؟ شيء طبيعي انت عندك الضوء كتير فما فيش سميشن، فليس لايت سنسيتيف. طيب تعالى بقى الرقم 2 او رقم 6، لو هنقول 1 ل 4 ونكمل. عايز اتكلم عن الفيجوال اكيوتي، مين عنده دقة ابصار اكتر؟ هتقول لي طبعا الكونز، وده قليل جدا. شيء طبيعي دقة إبصار، لأن أنا عندي رؤية فيها ديتيلز، وده شيء أساسي بالنسبة لي. طيب تفاصيل رائعة. طب نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، الكالر بيرسبشن، استقبال الألوان. تقول لي طبعا هو الكونز، الكونز عنده. طب وبالنسبة للرودز؟ ما عندوش استقبال ألوان. ليه؟ قلنا إكس نو مش قليل. بص معايا، الرودز عنده بيجمنت واحدة فما عندوش استقبال ألوان، لكن الكونز عنده ثلاث أنواع من البيجمنتس، وهنيجي في الفيديوهات القادمة إن شاء الله هقول لك أنت إزاي بتشوف ألوان متدرجة. يعني أنت عندك كون للأزرق، كون للأحمر، كون للأخضر، الألوان الأساسية الثلاثة. فده بالنسبة لي
الرؤية الملونة. طيب، وعايز أقول معلومة هنعرفها بعدين، إن الكون أكتر ويف لينس بيمتصه هو اللون الأصفر، أما الرودز أكتر ويف لينس سيمتصه هو البلو جرين. خلي بالك البلو جرين، يعني الكلام ده هنقوله بعدين في الفيزيبل سبيكتروم. نيجي الرقم 8 بقى وهي مهمة، الرؤية. يعني ايه؟ تعمل تقول لي ليلا ونهارا. طيب ليلا دي نقول عليها كلمة ايه جديدة النهاردة بقى؟ سكوتوبيك فيجن. خلي بالك كلمة سكوتو معناها ضلمة، سكوتوبيك فيجن. طيب وبالنسبة للرؤية النهارية بتاعة الكونز، بص هنسميها كلمة بقى مهمة، فوتوبيك فيجن. خلي بالك التسميات دي مؤثرة جدا. يبقى كلمة فوتوبيك المقصود بيها النهار. طب وانا منساش ازاي؟ افتكرها بالكلمة دي، فوتونز الوحدة الضوئية دي بتبقى موجودة بالنهار. يعني دايما لما اقول فوتو افتكر النهار، لما اجي اقول بص بقى كلمة اسكوتو يبقى نفتكر كلمة ليلا، سكوتوبيك ده ليلا وفوتوبيك ده نهارا. وهي دي الفكرة الأساسية اللي عندنا. طبعا أنا عايزك تخلي بالك من حاجة مهمة قوي، إن ربنا خلق تو ريسبتورز، شوف الاتنين بيكملوا بعض، عمر ما في واحد عنده كل المزايا. يعني الكونز عنده ميزة الكالر فيجن وعنده الفيجوال اكيوتي العالية، لكن السنسيتيفيتي للضوء أعلى بالليل، أعلى في الرودز، وده أساسي بالنسبة لي. عايز أقول لك على حاجة، بعض الكتب بدل ما تيجي تقول لك الفرق بين الرودز والكونز يحط لك عنوان تاني، والعنوان التاني هو هو اللي احنا شرحناه، عشان هتلاقي الكلام ايه مكرر. بمعنى هو الكونز موجودة فين؟ تقولي فوفيا سنترولز. فاحنا زمان طلبة كنا بنفتكرها كونز بحرف السي موجودة في السنترالس بحرف السي، فبدل ما تقول لي كونز قول لي فوفيا، هقول لك اهو. طب والرودز موجودة فين؟ موجودة في الاطراف، فيجي يقول لك بص، طب نقول يبقى اكسترا فوفيال، يعني اللي خارج الفوفيا اللي في الاطراف. يعني لو قلت لك المقارنة بين فوفيا واكسترا فوفيال هتقول لي الثمان نقاط، أربعة أناتوميكال النمبر المكان البيجمنت كونفيرجنس، وأربعة فيسيولوجيكال حساسية للضوء الفيجوال أكيوتي الكالر بيرسبشن والفيجن، فوتوبيك ولا سكوتوبيك. ده بالنسبة لي هو الأساس اللي أنا بتكلم عليه. طيب عايزين دلوقتي نتكلم عن عنوان مهم قوي، هو الالكتريك ريسبونس او الفوتو ريسبتور بوتنشال. كلنا عارفين معلومة مهمة قوي، مهمة قوي، انه اي ريسبتور بيبقى له بوتنشال تشينج. وعايز اقول معلومة قبل ما اجي امسح حاجات في البورد دلوقتي، احنا اتكلمنا في سنة اولى ان الريسبتور هاز لوكال بوتنشال، وعايزك تفتكر الكلمة دي كويس قوي النهاردة. ليه؟ لان كلمة لوكال معناه ان انا محتاج لستيمولس تاني، انا استقبلت ستيمولس ضعيف ثم محتاج لستيمولس تاني اجمعه في شدته على الاولاني عشان اوصل لفايرنج ليفل. دكتور انا ابتديت افهم كلامك، يعني انت هتتكلم عن مين؟ عن الرودز. طب ليه انت قاصد تتكلم عن الرودز في البوتنشال ده او في فرق الجهد ده؟ لان الرودز بتشتغل بالليل، وبالليل بيبقى كمية الضوء قليلة مش كافية توصلني لفايرنج ليفل، فانا محتاج لضوء اكتر، عشان كده حساسية الضوء او الحساسية للضوء بتكون اعلى. لذلك هنيجي نعمل ايه؟ نمسح الجزء ده بعد ما شفنا الفرق
بين الاوتر سيجمنت رودز واوتر سيجمنت كونز، والانر سيجمنت هنا ميتوكوندريا اكتر في الكونز، والساينابتيك تيرمينالز هنشوف الفرق ما بينهم. خلي بالك هنا كان الف ديسك وهنا كان ساكيول، وكده كده الفوتو سنسيتيف بيجمنت بتتكون في الانر سيجمنت. طيب هنيجي دلوقتي نتكلم بقى عن البوتنشال، عن الكهرباء، وده عنوان مهم قوي عايزين نبقى واعيين بيه جدا. فوتو ريسبتور بوتنشال، وطبعا لما نيجي نقول فوتو ريسبتور بوتنشال انا عايز اتكلم عن اللايت والدارك، هنتكلم عن الاثنين. بس في البداية عايزين نقول حاجة مهمة قوي قبل ما نتكلم عن الاثنين. بص معايا عن الشكل مرة تانية، بس المرة دي بقى في الشكل مش هعمل لك الكونيكال وهعمل السلندريكال، لا انا هعملها لك اهي. ده الاوتر سيجمنت بالنسبة لي، وبعد كده نيجي نعمل كده، وطبعا ده الانر سيجمنت، ثم بعد كده بقى عندنا الجزء بتاع النيوكليوس، وفي النهاية انا عندي السينابتيك بودي. المنظر ده هو ده المنظر اللي عندي. بص معايا الصوديوم اهو هنعمله باللون الازرق، بيخرج من خلال الانر سيجمنت. عايزين نفكر بعض ان الجزء ده هو الانر سيجمنت اللي فيه ميتوكوندريا كتير في الكونز عن الرودز. طيب الصوديوم اللي بامبد انت لسه قايل ان احنا عاوزين نرجعه، عاوزين ندخله مرة تانية. طب الصوديوم ده احنا ليه عايزين نرجعه مرة تانية؟ تعال نفكر. احنا بنتكلم دلوقتي during rest، وريست تعني في الفيجن الدارك تساوي كلمة دارك، دلوقتي ضلمة، يعني الريسبتور ده لسه ما تعرضش للضوء، ده الريستنج بتاعه. فالصوديوم بيخرج بالصوديوم بوتاسيوم بامب، ده العادي تمام، ثم يدخل الصوديوم مرة تانية. طب يا دكتور مين اللي هيدخله؟ بص بقى اللي هيدخل الصوديوم مرة تانية هو سايكليك جوانوزين مونو فوسفيت، وده سكند ميسنجر. خلي بالك في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على بايو كيمستري كتير، هو فيديو فيه بايو كيمستري، يعني الصوديوم اللي خرج انت دخلته مرة تانية. طب انا هنا بقى عايز اسأل سؤال، الصوديوم اللي خرج في البداية خلى بره ايه؟ تقول لي بوزيتيف، اهو خلى بره بوزيتيف تشارج زيادة، وساب مكانه جوه نيجاتيف تشارج، لان الصوديوم ده بوزيتيف ايون، فلما يخرج هيخرج بالزيادة ويسيب مكانه بوزيتيف ايون اقل، اعتبرها نيجاتيف. طيب لو المنظر ده كان موجود، انا عندي بامب بس وما عنديش اللي يدخل الصوديوم، كان زاد البوزيتيف بر، تقول لي زاد قوي. طيب ولما يزيد قوي هيعمل هايبر بولاريزيشن، ودي جاي لها دلوقتي. لا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الصوديوم بدل ما يزيد قوي بره انت دخلت الزياده بتاعته فين؟ الى جوه. ده المنظر العادي بتاعنا. طيب وبقى الريستنج ميمبرين بوتنشال او الريستنج ريسبتور ناقص 40 ملي فولت. خلي بالك المنظر ده معناه انه حصل ايه؟ معناه في الحكايه دي اللي جوه نيجاتيف واللي بره هو اللي بوزيتيف. طيب قال لك هو ده الوضع اللي احنا عايزين نوصل له اثناء الريست. خلي بالك الاوتر سيجمنت ليكج، يعني بيسرب بيدخل الصوديوم، اسمه ليكي، يعني يا صوديوم احنا هنسربك لجوه مره تانية بسبب مين؟ سايكليك جوانوزين مونو فوسفيت. هتقول لي انا معاك ده الكلام العادي، بس يا دكتور عندنا سؤال، هو في الوضع ده ايه اللي هيحصل؟ في الوضع ده هيطلع الكيميكال ترانسميتر،
ومين الكيميكال ترانسميتر اللي هيطلع؟ جلوتاميت، هيطلع بزيادة. وده ماشي مع الكلام اللي قلته في الفيديو السادس لما اتكلمنا عن الريتينال لايرز. فاكر لما اتكلمنا عن اون واوف؟ قلت لك الريسبتور اللي هيقع عليه الضوء هيبقى بيطلع جلوتاميت اقل، وهنا وقتها ما شرحتش ليه. والريسبتور في اثناء الريست او الضلمه بيطلع جلوتاميت زياده. طب ليه بيطلع زياده؟ علشان يعوض الفوتونز القليله. انت بتتكلم في ضلمه، فالوحدات الضوئيه بالليل اقل من النهار. طب انا عايز اعوض الفوتونز القليله، اطلع ترانسميتر اكتر، اطلع جلوتاميت اكتر. يعني هي دي الفكره، عكس ما الناس كانت متوقعه الاساس بتاعنا. يبقى ده في الدارك. السؤال بقى، طب لو اتعرض الريسبتور اللي شايفينه ده، اوتر وانر ونيوكليوس وساينابتيك بادي، ده اتعرض لضوء، نتوقع ايه؟ هتقول لي اتعرض لضوء، احنا عاوزين جلوتاميت اقل. ليه؟ لان الفوتونز او الوحدات الضوئيه الصبح زياده. طب هو الجلوتاميت عشان يقل يبقى لازم الرقم ده البوتنشال يتغير. يعني ايه يتغير؟ بدل ما يبقى نيجاتيف 40، لا، احنا عايزين الفرق يزيد بين جوه وبره. شوف، ما هو لو الفرق قل مش هيقل عن 40، ده الريستنج. انا عايز الفرق يزيد. وخلي بالك ما تبصش على العلامه النيجاتيف زي ما قلنا لطلبه سنه اولى في النيرف زمان، دي عمليه او رقم رمزي. يعني اقول لك انا اقل منك ب 40 مللي فولت، بعد كده اقول لك انا اقل منك ب 70 مللي فولت، ايه ده؟ الفرق عمال بيزيد. ما تبص على النيجاتيف كفكره الماثيماتيكال زمان. طيب تعالى بقى نتكلم دلوقتي عن نقطه اساسيه، هنمسح الجزء بتاع المقارنه بعد ما احنا شرحناه، ونتكلم بقى على ديورنج لايت التوقع هيبقى ايه، ودي حاجه مهمه جدا. بص معايا، هتقول لي انا ابتديت اتوقع حاجه دلوقتي يا دكتور، ان اثناء اللايت لازم الصوديوم يطلع كتير وما يدخلش. شوف ده في اثناء اللايت، لان حضرتك لما يطلع صوديوم كتير بالمنطق هتزود البوزيتيف تشارج اللي موجوده بره، والزياده البوزيتيف مش هنسحبها لجوه، مش هندخلها مره تانيه. ده التوقع بالنسبه لنا، يعني ده اللي احنا متوقعينه. هقول لك ايوه وكلامكم هيبقى صح. بص بقى معايا اللي حصل ايه، نقول بقى تتابع الاحداث عندنا. اول حاجه اللايت سترايك الفوتو سنسيتيف بيجمنت، يعني اللايت خبط في الريسبتور في الاوتر سيجمنت، تمام. طب لما خبط تم امتصاصه بالصبغه، الصبغه دي بتتصنع في الانر سيجمنت، تمام. ايه اللي حصل؟ اتنشطت اكتيفيت الفوتو سنسيتيف بيجمنت، الصبغه دي اتنشطت. طبعا هنعرف اتنشطت دي ككيميكال تشينج بتتكسر، تمام، اتنشطت. طب لما اتنشطت الخطوة التانية، خلي بالك كل خطوة ستؤدي إلى اللي بعدها، انت هتنشط مادة محددة في الرودز، مادة محددة. المادة اللي هتنشط جوه الرود اسمها ميتا، خلي بالك، رودوبسن، ميتا رودوبسن 2. والمادة دي مهمة جدا، هنقولها كذا مرة في هذا الفيديو. طيب الميتا رودوبسن 2 جه قال أنا عاوز أنشط الجي بروتين اللي جوه الرودز. بص اكتيفيت زائد هينشط، اتنين مع تلاتة ينشط جي بروتين. أنا بتكلم على رودز لأن حتى التسمية باينة، رودوبسن هنشطه. طب قلنا لهم طب اسم الجي بروتين ده ايه؟ قالوا ده اسمه ترانس ديوسين،
خلي بالك التسمية ليها معنى، وهنعرف ليه اتسمت كده دلوقتي، لأنه عايز يعمل ترانس دكشن، عايز يحول. طب ازاي؟ بص بقى بمنتهى البساطة، هو مين اللي بيرجع الصوديوم جوه؟ تولي سايكليك جي ام بي. من مصلحتنا بالمنطق ان السايكليك جي ام بي ما يشتغلش، انا مش عايزه يشتغل، يعني انا عاوز اكسره. طب هل الترانس ديوسين او الجي بروتين اللي جوه الرودز هتكسر السايكليك جي ام بي؟ اه. طب تكسره ازاي؟ بص بقى النقطة الرابعة، تعالى بقى نتكلم، ما كل ده بايو كيمستري. لما سألنا دكاترة البايو قالوا لنا ان السايكليك جي ام بي بيتكسر عن طريق فوسفو داي استيريز انزيم، يعني الفيديو من هنا ورايح هيقلب بايو، انا هشغل الفوسفو داي استيريز. قلنا لهم طب ليه؟ قالوا النقطة الخامسة، عشان يكسر السايكليك جي ام بي يقللها، السايكليك جي ام بي هتقل. طب ولما تقل يبقى الصوديوم مش هيتسحب جوه الاوتر سيجمنت، مش هيبقى ليك ان، مش هيتسرب لجوه هنا. وطالما ما تسربش يبقى عندك قوة واحدة، الصوديوم عمال يطلع، فالبوزيتيف تشارج بره عماله، بص البلس عمال يزيد. طب البلس عمال يزيد ده بقى اسمه هايبر بولاريزيشن، ودي النقطة السادسة. تزودت الفرق جدا ما بين جوه وبره، بدل ما الفرق يبقى نيجاتيف 40، لا بص بقى معايا الفرق هيوصل لكام في الهايبر بولاريزيشن؟ نيجاتيف 70 إلى نيجاتيف 80، من نيجاتيف 70 إلى نيجاتيف 80 ملي فولت. الله، ده الفرق بقى كبير جدا، هو ده الهايبر بولاريزيشن. لما الضوء خبط في الأوتر سيجمنت بتاع الريسبتور، شوف 6 خطوات الفكرة قلناها، أنت عايز تقلل السايكليك جي ام بي. هنا بقى عايز اقف شويه، هو لما اعمل هايبر بولاريزيشن نتوقع ايه؟ الجلوتاميت هيقل، ودي النقطه السابعه، وده ماشي مع الكلام اللي انا قلته، اللي انا قلت الكلام ده، قلت لك انا عندي فوتونز كتير مش محتاج لترانسميتر كتير، لكن في الدارك او الريست عندي فوتونز اقل فمحتاج ترانسميتر اكتر. هنا بقى السؤال اللي هتسأله انت مستغرب، طب يا دكتور الضوء اتعرض للريسبتور، اتعرض لضوء، حصل هايبر بولاريزيشن، ازاي المفروض ننقل السيجنال؟ ايوه السيجنال المفروض تتنقل، واحنا عارفين الكلام ده، يعني المفروض السيجنال بتتنقل بالدي بولاريزيشن، زي ما احنا متعودين ايام زمان في النيرف واكشن بوتنشال. لا، ولسبب غير معروف هتتنقل الكهرباء بالهايبر بولاريزيشن، ودي حاجة غريبة جدا، ظاهرة لا تجدها الا في الريتنا، ظاهرة غريبة جدا، كلنا متعودين لا هايبر بولاريزيشن في النيرف ده الاكسايتابيليتي اقل فيبعدني عن الفايرنج ليفل، كلام بتاع النيرف بتاع سنه اولى، لا الا الريتنا. هنا بقى هنقول غرائب وطرائف كثيره. في كمان معلومه مهمه جدا، ان احنا دايما متعودين نقول لك ايه؟ ان هناك علاقه طرديه او دايركت بروبورشنال، كل ما بتزود الانتنسيتي بتاعت الاستيمولس كل ما عدد الاكشن بوتنشال المفروض انه يزيد معانا. هتقول لي اه يعني ده الكلام اللي احنا دايما متعودينه، يعني احنا متعودين ان احنا نقول الكلام ده، ولكن الغريب النهارده ان احنا هنغير المفهوم. هكتب لك المفهوم اللي متعودينه واقول لك ازاي هنغيره، يعني الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال
عدد الاكشن بوتنشال كان يتناسب مع لوج انتنسيتي اوف ستيمولس، فاكر؟ مع لوغاريتم شده الستيمولس. الكلام ده طبعا قلناه فين؟ فيبر فيشنر لو، لما كنا بنشرح السنسوري كودنج زمان كنا بنقول الكلام ده. اقول لك الريسبتور لو استقبل 1000 اكشن بوتنشال لا يبعت 3. وفاكر لما جينا قلنا الالف يعني 10 تو ذا باور 3، وكلمه لوغاريتم او لوج هتاخد الباور او الاس ده، يبقى نبعت 3 بس. والبرين مبرمج التلاتة اللي وصلوا لي أصلهم 1000. ده الكلام اللي كنا بنقوله زمان. لكن خلي بالك بقى، الريتنا ما فيهاش أكشن بوتنشال، الكهرباء فيها في صورة هايبر بولاريزيشن. علشان كده هنيجي النهاردة نمسح الكلمة دي. بص، الكلمة اللي همسحها دي كنا بنقولها في السنسور، لا قالوا غير الكلام، الكلام ده غيره. ما ينفعش تقول لي اكشن بوتنشال، ما ينفعش. انت هتيجي تقول لي كلمه تانية هايبر بولاريزيشن. شوف الكلام اتغير ازاي. ولو ان في طالب ممكن يسال دلوقتي سؤال، طبعا ده بالنسبه للبوست جراديويت او اللي بيحضروا دراسات عليا، هو احنا خدنا سيلز كتيره، جانجلين سيلز واماكراين وهوريزونتال وبايبولر، فاكر؟ خدناهم، ودول كانوا في الانر نيوكليير لير. هل كل خلايا الريتنا تتعامل مع هايبر بولاريزيشن، يعني بتنقل الكهرباء بالطريقه دي، ما عدا الاناكراين والجانجليون سيل؟ بيتعاملوا باكشن بوتنشال، يعني بينقلوا الكهرباء اكشن بوتنشال. لكل قاعده هناك استثناءات، بس دي معلومة انت تكون عارفها كده على جنب. طيب، في حاجة مهمة لازم نكون عارفينها. احنا دلوقتي بنعمل سلسلة من التفاعلات. تقول لي ماشي، سلسلة من التفاعلات، الست سبع تفاعلات دي، قالوا تعالوا نسميها كلمة كاسكيد. كلمة كاسكيد عارف زي الشلال، سلسلة. الأول النقطة الأولى شغل التانية، والتانية تشغل التالتة، والتالتة الرابعة، خمسة ستة، ده سلسلة تفاعلات. طب هل السلسلة دي بتحصل بسرعة ولا ببطء؟ أقول لك بتحصل بسرعة، وكمان بيكبر اللايت سيجنال. يعني مش بس إن الكاسكيد ده بيحصل بسرعة، لا ده بيحصل امبليفيكيشن للإشارة أو إشارة الضوء. الامبليفيكيشن ده هو اللي بيفسر السنسيتيفيتي اوف الفوتو ريسبتور. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. يعني الرودوبسن قادر انه يكون ريسبونس محدد للضوء حتى لو قليل، يعني 1 فوتون اوف لايت. خلي بالك كل الكاسكيد اوف رياكشنز دي ممكن انها تحصل. بس في نقطة، الهايبر بولاريزيشن ده بياخد 0.3 سكند، تخيل، ويستمر إلى تقريبا ثانية، يعني ثانية أو أكتر شوية. طب ليه ما يستمرش أكتر؟ بص معايا، الميدا رودوبسن 2 ده بيبقى inactivated، حط علامة إكس، هيبتدي نقلل نشاطه بإنزيم، والإنزيم ده اسمه رودوبسين كاينيز. طب هو لما يقل نشاطه ايه اللي يحصل؟ خلاص مش هينشط الجي بروتين اللي هو ترانس ديوسين، وبالتالي مش هيشتغل الفوسفو داي استريس، فمش هيقل السايكليك جي ام بي، فمش هيحصل هايبر بولاريزيشن. عشان كده الهايبر بولاريزيشن مدته 3/10 الى تقريبا ثانية او اكتر، دي المدة الاساسية بتاعتنا. طيب في حاجة تانية، ليه الهايبر بولاريزيشن ما اكتملتش مدته او ما طالش عن كده ان احنا
سنعيد تكوين السايكليك جي ام بي، نشيل بعلامة الاكس، لا ده احنا هنكونك مرة تانية. طب ازاي بيتكون؟ اللايت الضوء بيقلل تركيز الكالسيوم في الفوتو ريسبتور، هو بيقلل تركيز الكالسيوم اللي جوه. الكالسيوم ده بيشتغل كسكند ماسنجر، فلما يقل الكالسيوم هينشط الجوانايل سايكليز. خلي بالك ان اللي بيكون سايكليك جي ام بي هو الجوانايل سايكليز، فالجوانايل سايكليز ده بيشتغل خلي بالك مع الضوء. ده مهم قوي ان اللايت يقلل الكالسيوم فانا اتكون ونوقف الفوسفوداي استريز علشان كده احنا عندنا تو فاكتورز مهمين، جوانايل سايكليز انزايم يشتغل فيكون السايكليك جي ام بي ويقل الفوسفو داي استريز انزايم. الفوسفو داي استريز ده هيقل بطريقتين، انك توقف الميتا رودوبسن 2، وفي طريقة تانية انه الكالسيوم كونسنتريشن يقل. الكلام ده في غاية الأهمية ان انت تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. كده احنا اتكلمنا على الفوتو ريسبتور بوتنشال اثناء الريست او الدارك ايه اللي بيحصل، واثناء اللايت الكاسكيد اللي حصل، والهايبر بولاريزيشن ما زادش عن ثانيه انك وقفت الميتا رودوبسن 2 برودوبسن كينيز وقللت الكالسيوم كونسنتريشن جوه الريسبتور، فاشتغل الجوانايل سايكليز ووقف الانزيم اللي بيكسر السايكليك جي ام بي. ده الاساس بالنسبه لنا لغايه دلوقتي. في الفيديو احنا اتكلمنا على نقطتين اساسيين، شكل الرودز وشكل الكونز، 8 نقاط مقارنه، 4 اناتوميكال 4 فيسيولوجيكال، فوفيا سنتراليس لافضل مكان بنشوف فيه، والفوتو ريسبتور بوتنشال دارك اند لايت، والكلام ده شرحناه تفصيليا. دلوقتي هنتكلم على اخر عنوان في فيديو النهارده، هو الفوتو كيميكال اتشينجز ان ذا ريتنا. عايز اتكلم بقى على التغيرات الكيميائيه. تقول لي يعني ايه؟ ايه الفرق بين العنوان اللي حضرتك هتشرحه والعنوان اللي فات؟ العنوان ده اتكلمنا عن ازاي الهايبر بولاريزيشن حصل وازاي بنقلله بالتفصيل، لا دلوقتي هنتكلم الرودوبسن لما اتعرض للضوء واتكسر ازاي سنعيد تكوينه مرة تانية. المعلومة دي مهمة قوي النهاردة. طب ليه؟ لان احنا الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى عايزين نعيد تكوين الرودوبسن في الضلمة، يعني في حاجة اسمها التعود على الرؤية مع الدارك ومع اللايت، والكلام بتاع دلوقتي مهم جدا في الفيديو اللي جاي او الفيديو التاسع بالنسبة لي. طيب نشوف بقى الفكرة هتكون ماشية ازاي. طبعا اللي هيتقال دلوقتي هو كلام بايو كيمستري صرف، فوتو كيميكال اتشينجز ان ذا ريتنا، التغيرات الكيميائية بقى. نشوف مع بعض. هنتكلم عن الرودوبسن. فكرة ببساطة ان الرودوبسن اتعرض دلوقتي للضوء لازم هيتكسر. خلي بالك الرودوبسن ده بيتكون من ايه؟ قلناها في اول الفيديو، بيتكون من اوبسين ومن 11 سيس ريتينين. الريتينين او ريتينال. يبقى انا عايز افكرك ان الرودوبسن اهو كون من حاجتين، الاوبسين ده لوحده ده بروتين ويتكون من صبغه اللي هو ال 11 سيس ريتينين، او بدل انين يبقى ريتينال، يبقى ريتينين او ريتينال. هتقول انا معاك، والاتنين دول زائد بعض هما اللي بيكونوا الرودوبس، يبقى شيء طبيعي. عايزين نستنتج حاجة قبل الشرح، ده لما هيجي
يتكسر، هيتكسر للاتنين دول زائد طبعا، ويتحدوا عشان يكون لي الرودوبسن. في حاجة مهمة، ان ال 11C6 فورم بيبقى شكله كيرفد او انجيوليتد، يعني واخد زاوية معينة مع بعض. في حاجة مهمة، احنا لما جينا اتكلمنا عن ترانس ديوسين، تعرف انت بتحول ايه لايه؟ اللايت انرجي، طاقة الضوء، الى نيورال انرجي، وده مهم قوي. طبعا بالنسبة للكون بيجمنتس، انا قلت ان احنا عندنا تلات انواع، وطبعا يختلف شوية عن الرودوبسن، بسميها فوتو اوبسين، طبعا فوتو عشان الضوء. طب نشوف دلوقتي سلسلة التفاعلات. ادي الرودوبسن اهو هيتعرض الى اللايت. لما يتعرض لللايت، دكاترة البايو قالوا هنكون مركب، والمركب ده هنقول عليه unstable. يعني ايه unstable؟ يعني المركب ده مش هيثبت على وضع معين، وهسميه باسو، بص بقى التسمية، رودوبسن، باسو رودوبسن، وده unstable، extremely unstable، يعني مش هيفضل في الوضع ده، ده هيتحول إلى مركب آخر اسمه ليومي رودوبسن. خلي بالك بقى الفرق، عايزين نحطه للي بيتابع معانا. ادي باسو تحول الى ليومي، شوف المقطع الاولاني هو الفرق، وفي النهايه ايه؟ رودوبسن، رودوبس، حلو. واليومي رودوبسن تحول الى ميتا رودوبسن. طالب يقول لي ايه ده؟ ده الميتا رودوبسن حضرتك لسه قايله، ما هو ده اللي بيشغل الفوسفوداي استريز ويكسر السايكليك جي ام بي. بس دكاتره البايو قالوا لا استنى، ده الميتا رودوبسن نوعين، في ميتا رودوبسن 1 وميتا رودوبسن 2، اللي انتوا بتتكلموا عليه هو الميتا رودوبسن 2. طيب ده الكلام لغاية دلوقتي اهو حلو جدا. طب وبعد ما نكون الميتا رودوبسن 2، بص بقى هيحصل بقى هنا دلوقتي التفكك، هيتفكك لحاجتين. الكلام دلوقتي هنا يبتدي يبقى حلو، ليه؟ هنبتدي نشوف الفكرة، هنكون أوبسين. هتقول لي ماشي كده، احنا عملنا اول جزء اهو، ادي اول حتة اتفتتت هي الأوبسين، ناقص لنا 11 سيس ريتينين، لو اتحد مع الأوبسين يكون الرودوبسن مرة تانية. احنا متوقعين تبقى في دايرة مغلقة، بس قالوا الميتا رودوبسن ده هيفتتها لك الى بص أوبسين زائد حاجة بقى جديدة اسمها اول ترانس ريتينال، اول ترانس ريتينال. الله، طب واحنا دلوقتي كده استفدنا ايه؟ قال لك انت استفدت، وهنشوف بقى الاول ترانس ريتينال دي هنعمل منها تحويلتين مهمين جدا. انت عايز ايه؟ 11 سيس ريتينين؟ خلاص، ما انا هساعدك ازاي؟ اصل الاول ترانس ريتينال سيتحول الى 11 سيس ريتينال، ما قلنا ريتينال او ريتينين، ريتينين او ريتينال هي هي، هيتحول بايه بقى؟ بانزيم اسمه ايزو ميريز انزيم. هتقول لي خلاص ايه المشكله؟ اتحلت تماما تماما، بقى انا عندي اوبسين زائد 11 سيس ريتينال كون لي الرودوبسن مره تانية. شوف ده هنا اسمها ري فورميشن، اعاده تكوينك مره تانية. ولكن السؤال المهم دلوقتي، هل الكلام ده بيحصل من غير ما نعتمد على فيتامين ايه؟ لا، قالوا لازم يبقى فيه فيتامين ايه موجود عندنا. بس قبل ما اقول الحكاية دي،
خلي بالك ان ال 11 سيس ريتينين هو طبعا بيمسك في الاوبسين. طب بس في حاجه اسميها سكو توبسين، يعني ساعات الاوبسين ده يقول لك سكوتو، ما احنا عارفين سكوتو يعني الضلمه، فده اسمه سكوتوبسين تمام، او سكوت والاو مش هنكررها لان اوبس سكوتوبس. طيب فين بقى دور الفيتامين ايه؟ والسؤال الاهم فين دور البيجمنت ايبيثيليوم؟ فهنيجي دلوقتي هنعمل مربع تحت كده خلي بالك، ونقول عليه ده البيجمنت ايبيثيليوم بتاعنا، مش ده اللي بيخزن الفيتامين ايه ولا لا؟ انت اللي بتخزنه. طيب ايه اللي يحصل؟ هقول لك الاول ترانس ريتينال اللي انت اتكلمت عنها ده هيتحول بص الى مركب اسمه اول ترانس برضو، بس خلي بالك ريتينول. بص الفرق في حرف ال، بص اهي بقت اول. طب يا دكتور ودي تهمني في ايه؟ وليه عملته قبل البيجمنت ايبيثيليوم؟ لان دكاتره البايو قالوا لنا ان الاول ترانس ريتينول ده احد اشكال الفيتامين اي، فاذا ده لازم الاول ترانس ريتينول يدخل هنا، يدخل هنا في البيجمنت ايبيثيليوم. ما هو البيجمنت ايبيثيليوم ده بيخزن الفيتامين اي، فهو لازم يدخل هنا، ده احد الصور بتاعته. بس دكاترة البايو قالوا معلومة مهمة، عشان الاول ترانس بص ريتينال هحطها في دايرة ال، يبقى اول انت محتاج على السهم ده، على السهم ده حاجة اسمها الكهول دي هيدروجينيز. السهم ده انا حبيت اكتبه بره عشان تبقى واضح معاك، او اختصارها اي دي. يبقى انت على السهم الازرق انت عايز الكهول دي هيدروجينيز، حلو، علشان تعمل لي اول ترانس ريتي اول ويدخل في البيجمنت ايبيسيلي. طب بص بقى معايا، طيب انا عايز اوصل الى 11 سيس ريتينال، ما هو انت كونتني علشان اساعد على ده، يعني ال 11 سيس ريتينال انا عايز اوصل لها بشكلين، يا اما اول ترانس ريتينال الال بقى تحول للال بالايزوميريز تحول ال 11 سيس ريتينال، او ليها سكه تانية. طب ايه السكه التانية؟ قال له استنى بص، انت دلوقتي هتعمل لي 11 سيس ريتينول. ايه ده؟ هو مين اللي هيعمل؟ اهو اللي هيعمل هو الاول ترانس ريتينول احد اشكال الفيتامين ايه اللي دخل في البيجمنت ايبيثيليوم، لما دخل هنا هيكون لي ال 11 سيس ريتينول. طب نقول والاول، الاول ده الاول عايزه يبقى ال، بص عشان الاول يبقى ال هيبقى بالالكهول دي هيدروجينيز. ايه ده؟ معقوله؟ يعني الاول ترانس ريتينال الاهو بقى اول ترانس ريتينول الكهول دي هيدروجينيز، ولما جيت قلت 11 سيس ريتينول يتحول للال، الاول يبقى ال الكهول دي هيدروجينيز، وهنا ال لاول الكهول دي هيدروجينيز. هتقول انا معاك الكلام ده كده واضح، بس في حاجه مهمه. طب انت جيت قلت لنا ان الاول ترانس ريتينال تحول بالايزوميريز لل 11 سيس ريتينال، طب والاول ترانس ريتي اول يتحول برضو بالايزو ميريز، ودي نقطة مهمة، الى ال 11 سيس ريتينول. يعني الايزو ميريز هو اللي بيحول الاول ترانس الى 11 سيس، ودي سهلة عشان ما تنسهاش. لو انت قال تتحول 11 سيس ريتينال، لو انت قول قول ترانس ريتينول تتحول ل 11 سيس ريتينول، كله
بالايزو ميريز انزيم. يعني اذا انت قدرت تعمل 11 سيس ريتينال، وتعالى بقى نحطه في دايره، شوف بكام طريقه. شوف ده المهم، ما ده محور الاحداث اللي احنا ايه اللي احنا حاطينه فوق اهو. قدرت تكونه ازاي؟ الاول ترانس ريتينال بالايزوميريز عملها لك، قال لك بالاوبسن سكوتوبس اعمل لي رودوبس. او انا عندي طريقه غير مباشره، ان انا اتحول للاول ترانس ريتينول احد اشكال فيتامين اي اللي يدخل في البيجمنت ايبيثيليا، ثم يتحول ل 11 سيس ريتينول، ثم بالالكوهول دي هيدروجينيز يبقى 11 سيس ريتينال يتحد مع الاوبسن يعمل رودوكس. ما هو في النهايه هو هيتحد مع الاوبسن ويكون رودوبسن. شوف، يا اما بالسكه دي اهو مباشره، يا اما تعالى نتحول للاول، ثم الاول ده يدخل في بيجمنت ايبيثيليا يعمل 11 سيس ريتينال، تمام، ريتينول، ثم يعمل لك 11 سيس ريتينال. شوف، يا اما طريقه مباشره في دي، ده دايركت، يا اما ادي ده تحول لده فيدخل بيجمنت ايبيثيليوم، ثم 11 سيس ريتينول، ثم 11 سيس ريتينال، ويحصل الري فورميشن اوف الرودوبسي. يعني الفيتامين اي مهم لاعاده تكوين الرودوبسي. علشان كده لو الفيتامين اي قل، ايه اللي يحصل؟ قول لي على طول. نايت بلايندنس، هو ده العمى او العشاء الليلي. طبعا لان انت دايما في الضلمه، انت عايز البيجمنت دي تبقى موجوده وعندها حساسيه عاليه للضوء، تمام، وحتى قلنا لاقل ضوء، لو 1 فوتون، فوتون واحد انا عندي حساسيه، وعندي لايت كاسكيد بيعمل امبليفيكيشن، بيكبر السيجنال او الاشاره الضوئيه. طبعا النايت بلايندنس ده ليه اسم علمي كده اسمه نيكتالوبيا. نيكتالوبيا، في معلومه مهمه لازم تكون عارفها، ان الفيتامين اي عشان يقل محتاج لشهور عديده، وانا ممكن اعالجه في اقل من ساعه. ادي لك حقنه فيتامين اي انترا فينوس، يعني ده الاساسي بالنسبه لي. في معلومه انا عايز اقولها قبل ما اجي اختم هذا الفيديو. انت شفت الاول ترانس ريتينال تحول الى اول، طب ما ايه رايك ان العكس موجود؟ يعني ايه؟ يعني الاول ممكن يبقى قال السهم اهو الاحمر، بس السهم اللي طالع هيبقى بحاجة اسمها ناد اتش. ناد اتش اللي هو مهم جدا تكون انت عارفه، حاجة اسمها ناد اتش. وهنا برضو نفس الفكرة، 11 سيس ريتينول اتحول الى ريتينال، طب ما هو الال ممكن يبقى قول بالناد اتش. دي معلومة بايو كيمستري. في معلومة مهمة، خلي بالك السايكل المغلقة اللي احنا عملناها دي ليها اسم مهم جدا، رودوبسن ريتينين سايكل. خلي بالك، ايوه ريتينين، وده رمز لمين؟ رمز لل 11 سيس ريتينين، رودوبسن ريتينين سايكل. لو سالتك مين الخطوه الوحيده التي تعتمد على الضوء، الخطوه الوحيده اللي محتاجه ضوء هي ايه؟ هتقول لي واضح جدا، رودوبسن يتحول الى باسو رودوبسن، وده مهم جدا. وحتى في دكاترة البايو يجي ما بدل ما يقول لك باسو رودوبسن، شوف يقول لك كلمه كده، يقول لك اول ترانس ايزومر. يعني الباسو رودوبسن ده ليه اسم، اول ترانس ايزومر، واتفقنا انه انستيبل غير مستقر، لازم يتحول لليومي رودوبسن، ثم ميتا رودوبسن واحد وميتا رودوبسن اتنين. واحنا شرحنا الميتا رودوبسن اتنين ودوره في الالكتريك ريسبونس او اللايت كاسكيد، والميتا رودوبسن يتفكك
لأوبسين، وقول ترانس ريتي نال. بس قلنا ان الال ده لسه مش احد اشكال الفيتامين ايه، قال طب يتحول لقول ترانس ريتي نول. بص الفرق، قال او قول احد الاشكال يدخل بيجمنت ابيثيليا، يتحول ل11 سيس ريتي نول، يتحول ل11 سيس ريتي نال بالالكهول دي هيدروجينيز، وال11 سيس ريتينال كوناه مباشره بتحويل الاول ترانس ريتينال ليه بالايزوميريز او اللفه اللي احنا قلنا عليها معانا. خلي بالك ان كل الخطوات لا تعتمد على الضوء، اقول لك independent to light، ما عدا خطوه تحويل الرودوبسن للباسورودوبسن اللي اسمه التاني اول ترانس ايزومر. طبعا السايكل اللي اتكلمنا عليها رودوبسن ريتينين سايكل هنيجي نشرحها الفيديو اللي جاي، مش فكرة شرح، هفكرك وهقول لك اسمها ري فورميشن اوف رودوبسن، إعادة تكوين الصبغة مرة تانية. الإعادة دي مهمة جدا. يبقى إذا كده أنت فهمت معايا الفرق بين العنوانين، عنوان اسمه electric response الريست واللي هو الدارك، واللايت depolarization في الريست، هايبر بولاريزيشن في الدارك. اتكلمنا على كاسكيد، جينا بقى فوتو كيميكال تشينجز، تعالى نتكلم على الفوتو سنسيتيف بيجمنت. لما اتعرضت للضوء المفروض هتتكسر لاوبسين اهو و11 سيس ريتينين او ريتينال، هما نفس الفكره. بص السايكل دي تتكتب بهذا المنظر في امتحان اخر السنه في منتهى الاهميه. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية اللي احنا شرحناها. أول حاجة كلمنا عن الرودز والكونز كاستراكتشر، أوتر وإينر سيجمنت، نيوكليوس سينابتيك بودي، الفرق ما بين الاتنين. كلمنا عن 8 نقاط مقارنة بين الرودز والكونز، 4 أناتوميكال النمبر السايت، وفكرة الكونفيرجنس في منتهى الأهمية والبيجمنتس، وأربعة فيسيولوجيكال. كلمنا عن اللايت سنسيتيفيتي، عن الكالر بيرسبشن وده مهم قوي، اتكلمنا عن الفيجوال اكيوتي وعن نوع الفيجن، سكو توبيك يبقى دارك يبقى تخصص رودز، فو توبيك يبقى نهارا تخصص الكونز. كلمنا عن الالكتريك ريسبونس في الدارك وفي اللايت والفرق ما بينهم، كلمنا عن 7 نقاط كاسكيد سلسلة تفاعلات الريسبتور أثناء التعرض للضوء. هايبر بولاريزيشن هو اللي يتناسب مع لوج انتنسيتي اوف الستيمولس بعكس أي سنسوري ريسبتور آخر، فريكونسي اوف اكشن بوتنشال هو الذي يتناسب مع لوج انتنسيتي اوف الستيمولس. هايبر بولاريزيشن بيقعد لمدة ثانية أو أكتر ويبدأ من 3 من 10 ثانية، وطبعا ليه ما بيكملش؟ لأن احنا بنوقف الميتا رودوبسن 2 بالرودوبسن كاينيز، وطبعا مش هيشتغل الفوسفوداي استريز، فمش هيتكسر السايكليك جي ام بي، بالإضافة نقص الكالسيوم كتركيز في الفوتو ريسبتور مع التعرض للضوء هيساعد عن جوانايل سايكليز انزيم اللي بيكون سايكليك جي ام بي انه يشتغل. لان الفكره ببساطه ان الصوديوم بيخرج من الانر سيجمنت بالبامب يدخل مره تانية ويتسرب جوه الاوتر سيجمنت بالسايكليك جي ام بي، فطالما منعت السايكليك جي ام بي صوديوم عمال يخرج بزياده هايبر بولاريزيشن. والمفاجاه ان الطريقه دي ولسبب غير معروف هي اللي بتنقل السيجنال في طبقات الريتنا، ما عدا في خليتين يتعاملوا باكشن بوتنشال، قلنا ده على مستوى بوست جراديويت، الجانجليون سيلز والاماكراين سيلز. اتكلمنا عن الفوتو كيميكال تشينجز، ادي اهو فوتو اللي هو الضوء اتعرض او الرودوبسن اتعرض ليه، اتكسر باصه
اليومي رودوبسن، ميتا رودوبسن 1، ميتا رودوبسن 2، ثم اتفكك الى اوبسين والى اول ترانس ريتينال، وشفنا ال يتحول لاول، والاول احد اشكال فيتامين اي، يدخل بيجمنت ابيثيليوم يعمل 11 سيس ريتينال ريتينول اسف، ثم 11 سيس ريتينال بالكول دي هيدروجينيز، يتفاعل مع الاوبسين او سكوتوبسن يرجع يكون لي رودوبسن تاني. ده الرودوبسن ريتينين سايكل، لا يعتمد على الضوء الا في الخطوه الاولى، وده مهم جدا. وان النايت بلايندنس معناه ان الفيتامين اي قليل، مش قادر اكون رودوبسن او نيكتالوبيا، مشكله محتاجه شهور طويله من نقص الفيتامين اي، ويتم علاجها في اقل من ساعه بالانترافينوس انجكشن اوف الفيتامين اي. خلي بالك المقارنه بين الرودز والكونز زي بالظبط اقول لك الفرق بين اكسترا فوفيال وفوفيال، واتفقنا ان الفوفيا سنتراليس احسن مكان بنشوف فيه، لان مفيش بلاد فيسلز، الضوء بيقع مباشره على الريسبتور او الكونز منتشره بكثره، والكونز بحرف السي موجوده في السنتراليس، فوفيا سنتراليس بحرف السي. تم ازاحه كل طبقات الريتنا، بدل ما نخترق 10 طبقات، طب ما تيجي نقع مباشره على طبقه الريسبتور، بالاضافه ان البيجمنت ايبيثيليوم بيخزن الفيتامين اي وبيمتص اشعه الضوء ويمنع انعكاسها جوه الشبكيه لمنع البليرد ايمج، والبيجمنت ايبيثيليوم بياكل فيجوسايتوز الدبرس او بقايا الريسبتور. خلي بالك ان دايما الاوتر سيجمنت بنقول انها بتتكسر طبعا فيها دبرس، ويتم احلالها من الانر سيجمنت، واتفقنا انه في 1000 ديسك في الرودز، ولكن ما عنديش الكلام ده في الكونز، انا عندي السكيول، وفي الحالتين لازم الفوتو سنسيتيف بيجمنت تبقى موجوده في الانر سيجمنت. خلي بالك الميتوكوندريا بتكون اكتر في الكونز عن الرودز، وشفنا الحكمه ليه جلوتاميت بيكون اعلى في الدارك عشان اعوض الفوتونز الاقل، ولكن في ضوء النهار بيكون جلوتاميت اقل لان انا عندي عدد فوتونز زياده، فدايما بيبقى فيه البالانس. في نهايه هذا الفيديو كان معاكم دكتور محمد فايز.